عايش في برج عاجي سيدة الغنوشي، يعتقد أنه نهضة قوية أقوى حاجة. النهضة أضعف حزب توا، اللي ما يعرفوش حزبه النهضة أضعف حزبه، هو أضعف أمين عام أو رئيس حزب. تقول لي علاش؟ حتى نقول لك علاش. جيب اليوم أي حاجة تحب تعديه، قولوا إجا معايا، إجا معايا وصوت، وكنت قلت باش تصوت يصوت لك. جيب له ضد الهوية يصوت، جيب له تخفيف الخمر يصوت، جيب له مع الفساد والفاسدين وحماية الفساد والفاسدين كما قالوا مصالح يصوت، جيب له أي حاجة يصوت.